في مركز جوازات أبرق الرغامة يلفت نظرك احتشاد المراجعين عند سيدة متشحة بعباءة سوداء محتشمة تظلل رأسها طاقية الكوبي البيضاء الشهيرة. ظننتها من الوهلة الأولى أنها تبيع بضاعتها، لأكتشف بعد ذلك أنها توزعها مجاناً. تقول المواطنة التي أطلقت على نفسها أم غالي: أتوجه كل يوم إلى جوازات أبرق الرغامة لتوزيع المظلات على المراجعين وكذلك الماء البارد بدعم من أهل الخير الذين وفروا لنا المبالغ اللازمة لشرائها، مشيرة إلى أن هذه المشاركة التطوعية هي أبسط واجب تقدمه للإخوة المقيمين بعد أن أعياهم التعب في هذا الزحام الشديد. وأضافت أم غالي فيما كانت توزع المظلات ذات الألوان الزاهية: هذه المشاركة تعبير وتفاعل بسيط منا مع قرار خادم الحرمين الشريفين بمنح المهلة للمقيمين لتصحيح أوضاعهم خاصة في ظل هذه الأجواء المشمسة. وعاتبت الباعة الذين يستغلون هذا الوضع بزيادة الأسعار من وجهة نظر مادية جشعة. هذا تعبير بسيط عن مشاركتنا مع ولاة أمرنا بأنه يتصلح الوضع في البلد.